التحول الثالث اللي عندي اسمه الانشطار النووي. يبقى احنا بعد ما خلصنا التحول الطبيعي والصناعي هنخش على تفاعل الانشطار النووي. يعني انشطار بالعربي كده، انشطار يعني انقسام، الحاجه بتنقسم بتنشطر. يبقى الانشطار عباره عن ايه؟ انقسام نواه ثقيله الى نواتين متقاربتين في الكتله نتيجه تفاعل نووي. يبقى ده تفاعل بيتم بيديني ايه؟ نواتين، نواه تنقسم لنواتين، عشان كده سموه انشطار. طب المثال بتاعه ايه؟ بيقول لي هستخدم هنا اليورانيوم 235-92، وخدوا بالكم ان المثال ده ثابت في الانشطار، لازم اكون حافظ رمز اليورانيوم 235-92. طب قال لي هو القذيفه بتاعته بتكون عباره عن ايه؟ هو ده في قذيفه برضه؟ قال لي اه في قذيفه، بس قذيفه وضعها مختلف شويه عن الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كان عندي اربع انواع من القذائف، اللي هو كان ايه؟ بروتون، ديوترون، نيترون، الفا. هنا قذيفه النيترون بس. قال لي الله، طب ما كان النيترون عامل مشترك، ليه في مره هيطلع لي انشطار ومره طلع لي تفاعل صناعي؟ ما هو الاثنين نيترون نفس القذيفه. الفرق بقى في حته كده محوريه قوي. لو فاكرين في الفيديو اللي فات قلنا النيترون ده او القذائف عموما بتعدي على حاجه اسمها معجلات نوويه، اللي هي الايه؟ الفاندجراف والسيكلوترون. فبيبقى في عمليه تسريع للقذيفه. لكن هنا الوضع بيبقى بالعكس تماما، ببعت نيترون، بصوا كده الكلمه دي، نيترون بطيء. الفرق بين القذيفتين ان دي قذيفه مسرعه فبيديني تحول نووي صناعي، لكن ده بالنيترون بيكون بطيء فبالتالي بيديني تحول او اسمه انشطار نووي. فهنا هبعت اليورانيوم 235-92 نيترون ثابت، ما ينفعش ابعت له حاجه ثانيه فيديني ايه؟ نواتج، لا لازم يكون قذيفتي هنا نيترونات وفقط. طب ايه اللي حصل؟ زي ايه قذيفه؟ هجمع الواحد مع 235 يبقى فيها 236، ومن تحت يفضل زي ما هو، عشان 92 زائد 0 ب 92. ودي برضه بيكون نواه غير مستقره زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات. طب دي اللي بقى اللي هيحصل لها؟ قال لي هيديني عنصرين جداد وهم هسميهم اكس واي. اكس واي دول لهم احتمالات كتيره. يعني خد بالكم من حاجه، هو مش بيتقسموا على الاثنين، يعني مش هيطلع لي عدد متساوي هنا وهنا. لا، هو هيطلع لي هنا. يعني مثلا ممكن ده الاكس يكون اكبر من الواي في الاعداد. ممكن الواي تكون ايه؟ اكبر من الاكس. يعني انا عندي بيقول لي ايه؟ 90 احتمال اساسا، انا عندي 90 احتمال ممكن يطلع لي الاكس والواي دي. 90 عنصر ممكن يطلع لك احتمالات. ليه؟ هزود هنا انقص هنا واحد، انقص هنا اثنين، وازود هناك ثلاثه، انا هنا المهم ان انا بقسم دول على اكس وواي. زائد اثنين او ثلاث نيترونات. يبقى العنصر او النواه الانشطاريه بيطلع لي عنصرين جداد زائد اثنين او ثلاثه نيترونات. لازم بعيني اقدر افرق ما بين التفاعلات اشكالها عامل ازاي. وما اتلخبطش لما اشوف هنا نيترون، لازم ابقى عارف هو النيترون ده قذيفه لتحول صناعي ولا انشطار نووي. اعرف ازاي؟ من النواتج. لو هو صناعي فهو هيطلع لي عنصر زائد ايه؟ الفا او بروتون. لكن لو ده انشطار هيطلع لي عنصرين جداد واثنين او ثلاث نيترونات. الشكل النهائي بتاعه او الشكل اللي بعد السهم هيكون مختلف، فاقدر افرق ما بين الانشطار والصناعي. طيب المهم نبص كده على المثال ده اهو، يورانيوم 235-92 هبعت له نيترون، هيتحول ليه وايه؟ للباريوم والكريبتون. هل دول ثابتين لازم يطلعوا؟ قال لي لا، ده احتمال من 90 احتمال ممكن يطلعوا. يبقى هيطلع لي هنا باريوم وكريبتون زائد 3 ايه؟ نيترون. بصوا كده الشكل بتاعه، ادي الشكل بتاعه. بدا بنيترون. النيترون ده رايح لعنصر اليورانيوم. اليورانيوم لما يتبعت نيترون هو اجمع الارقام بتاعته هيبقى هنا كام؟ هو كان 235، هيبقى هنا 236، جمعت الواحد مع الشكل اللي احنا شايفينه حوالين العنصر حوالين النواه، ده اللي هو الذبذبات، او بيعرف ان ده عنصر غير مستقر او النواه غير مستقر. فايه اللي يحصل؟ هيبدا يطلع منها حاجه بسميها الشظايا. الشظايا لما اقول ايه؟ لما يحصل انفجار في حاجات بتطير في الجو، فدي بسميها الشظايا او الشظيه. دول بعتبرهم كشظايا تفاعل، بيبدا ده ينفجر ويطلع منه عنصرين جداد. هنا هم مين؟ الكريبتون والباريوم كمثال، وادي الثلاث نيترونات اللي طالعين منهم. تمام؟ طيب يبقى لو جيتوا تلاحظوا انا بدات بنيترون وطلع لي منها ثلاث نيترونات. طيب الحته ديت الهمت العلماء لنقطه مهمه قوي، يمكن بقى الفارقه في حياه البشريه عموما. النيترون ده ممكن يبقى شبه النيترونات اللي طالعه. ايه اللي يحصل؟ استخدم النيترونات اللي طالعه ديت كانها قذائف جديده. ابدا بقى نفس التفاعل ده من الثاني اول، من الاول ثاني ابداه، لان هو طلع ثلاث نيترونات مستغلهم. بدل ما الثلاث نيترونات دول يطيروا في الجو مش عايزهم، هستغلهم كقذائف جديده لتفاعلات تتم ثاني من الاول. فده هيسموه تفاعل متسلسل. ازاي؟ قال لي ان النيترونات اللي طالعه كنواتج هتستخدمها كقذائف جديده، تبدا ان هي تخبط في يورانيوم جديد وتعمل نفس التفاعل ده مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما اليورانيوم كله يتفاعل. طب التفاعل ده بقى هل احنا نعرفه باسم ايه؟ باسم القنبله الانشطاريه او القنبله النوويه.
فكرتها ايه؟ فكرتها انا بس بدوس ستارت ببعت نيترون لليورانيوم، ده اللي انا بعمله، ده اللي في ايدي، انا ببعت نيترون اليورانيوم ده ده القنبله بتاعتي، ويبدا هو يكمل لوحده الارتفاع ده يتم ملايين المرات في الثانيه الواحده. طب الارتفاع ده بينتج عنه طاقه حراريه ضخمه جدا جدا، هي سبب التدمير بتاع القنبله النوويه. يبقى اهو تقوم النيترونات الناتجه من التفاعلات النوويه الاشتراريه اذا كانت طاقتها مناسبه بدون قذائف لتفاعلات انشطاريه مماثله، يبدا ان هو يكرر نفسه تاني، وهكذا يستمر التفاعل الانشطاري بمجرد بدءه. يبقى انا بس عليا البدايه برمي اول نيترون، وبعد كده هو بيكمل لوحده، بيستغل النيترونات الناتجه قذائف جديده لليورانيوم جديد، لذا يطلق عليها تفاعل متسلسل، ويتولى طاقه حراريه ضخمه وتتزايد بسبب استمرار عمليه الانشطار. كل ما الانشطار يزيد والتفاعل يتم اسرع، كل ما يطلع لي طاقه اعلى. طيب هل التفاعل ده ما استخدمناش غير في الضرر؟ يعني ملوش، لا ملوش علاقه غير بالقنبله النوويه بس والحاجات المضره؟ لا. اكيد برضه سمعنا اسم المفاعل النووي، مولدات الطاقه. طب المفاعل النووي نعم حاجه مهمه جدا على قد ما هي خطيره، ان لو استخدمتها غلط هتتحول هي ذات نفسها لقنبله نوويه ثانيه، لكن هي استخدامها بيكون سلمي جدا ومفيد جدا، هو توليد طاقه ضخمه سواء طاقه حراريه او طاقه ايه كهربائيه. طب فكرتهم ايه؟ وازاي نفس التفاعل بيعمل لي مرتين؟ يعني مثلا بصوا كده التفاعل ده شكله هو باين، انا بدات النيترون باليورانيوم اداني كريبتون وباريوم وثلاث نيترونات، كل نيترون ده يخبط في ايه؟ في يورانيوم جديد، كل نيترون رايح ناحيه اليورانيوم ده يخبط في ده هنا هنا، فيعمل لي ايه؟ نفس النواتج تاني، كريبتون وباريوم كذا مره مع نيترونات جديده يبدا يخبط في يورانيوم جديد، وهكذا التفاعل ده يستمر الى ما لا نهايه لحد ما اليورانيوم كله يتفاعل. طيب ده التفاعل المتسلسل. شروط حدوثه ايه؟ قال لي اصل ما استخدم كميه يورانيوم مش بالبركه، عشان اقدر اعمل تفاعل متسلسل لازم استخدم كميه يورانيوم معينه، بسميها ايه؟ الحجم الحرج. طب ايه هو الحجم الحرج ده؟ قال هو كميه اليورانيوم 235 اللازمه لاحداث تفاعل انشطاري متسلسل، لازم عندي كميه معينه من اليورانيوم، كميه عندي معينه بسميها الحجم الحرج، هي دي اللي مسؤوله ان تعمل تفاعل المتسلسل. طب تعال بقى نفكر في الاحتمالات اللي ممكن تحصل. لو انا جبت كميه يورانيوم اقل من الحجم الحرج، يعني كميه يورانيوم اقل من الحجم الحرج، ايه اللي هيحصل؟ التفاعل مش هيتم اصلا، مش هيبقى في تفاعل. طب لو حجم اليورانيوم بيساوي بالظبط الحجم الحرج، التفاعل المتسلسل هيحدث لكن هيكون بمعدل بطيء. وخدوا بالكم من حاجه، المعدل البطيء ده الاستخدام السلمي، ده اللي بيعمل المفاعل النووي. لكن بصوا بقى، لو انا جبت حجم اليورانيوم اكبر من الحجم الحرج، ايه اللي هيحصل؟ هيحدث تفاعل متسلسل بمعدل سريع جدا، مما يؤدي الى حدوث ايه؟ انفجار، هينفجر عندي كما في القنبله الايه؟ الانشطاريه. يبقى انا عندي هنا حالتين، لو جبت حجم اليورانيوم يساوي الحجم الحرج، ده هيبقى حاجه مفيده ليا واستخدم في المفاعلات النوويه. كميه اليورانيوم اكبر من حجم الحرج، ده بيؤدي حدوث انفجار. يبقى بالتالي احنا نقدر نقول هي ايه هي فكره عمل القنبله الانشطاريه؟ هي استخدام كميه من اليورانيوم 235 اكبر بكتير من الحجم الايه؟ الحرج، لاحداث تفاعل انشطاري متسلسل بمعدل سريع، ينتج عنه طاقه حراريه ضخمه تتزايد باستمرار بالتفاعل ايه؟ مما يؤدي لحدوث بعد كده انفجار. لكن فكره عمل المفاعل النووي الانشطاري استخدام كميه يورانيوم 235 تساوي ايه؟ الحجم الحرج، لاحداث تفاعل انشطاري متسلسل لكن بمعدل ابتدائي ايه؟ بطيء. انا مش محتاج طاقه ضخمه، انا محتاج طاقه بس تولد شويه حراره، فبالتالي انتاج طاقه دون حدوث انفجار. طيب هل انا بتحكم في التفاعلين دول؟ انا اقدر ازود سرعتهم ابطئ سرعتهم؟ قال لي لا، انا اقدر اتحكم في المفاعل لكن ما اقدرش اتحكم في القنبله الانشطاريه. ايش معنى القنبله الانشطاريه؟ انا بس عليا الستارت، اول نيترون بيتبعت، بعد كده هو بيكمل لوحده، هو اللي بيحدد سرعته لوحده، وما اقدرش ان انا ابطئها، ما فيش ايد ان انا ابطئها. المفاعل النووي كمبنى لتوليد الطاقه انا عندي شويه حاجات بتحكم بيها في سرعه التفاعل. طب ايه الحاجات دي بتحكم بيها؟ انا بعتمد على حاجه اسمها قضبان الكادميوم. الكادميوم ده معدن، لما درسوه لقوا ان هو بيمتص النيترونات. بيمتص مين؟ النيترونات. طب ايه لازمتها؟ مش النيترونات دي هي اصلا القذائف اللي بتعمل التفاعل؟ اه. طب معنى كده ان ايه؟ لو حطيت كادميوم همتص النيترونات، طب لما نمتص النيترونات مش هتخبط في اليورانيوم، فيخلي التفاعل ايه؟ يتم بمعدل ابطا. يبقى الكادميوم ده وظيفته ان هو بيمتص مين؟ النيترونات. اه، حيث يؤدي انزال قضبان الكادميوم داخل قلب المفاعل الى زياده معدل امتصاص النيترونات، وبالتالي يقل معدل التفاعلات الانشطاريه، بينما رفع القضبان تحدث عمليه عكسيه. لما جيت رفعت القضبان لفوق فبالتالي النيترونات كلها هتعدي فتخبط في اليورانيوم الموجود كله، فيبدا التفاعل يحدث معدل سريع. تمام. طب الحاجه الثانيه هي عدد القضبان نفسه.
ان انا بس بدل ما استخدم مثلا قضيب واحد لا هستخدم قضيبين كادميوم فيمتص اكتر، يبقى انا كده بزياده عدد القضبان برضو بزود معدل الامتصاص. قللت القضبان يبقى انا كده بزود معدل او بقلل معدل الامتصاص. طيب التفاعل الاخير عندي هو التفاعل الاندماجي، اخر نوع عندي من التفاعلات النوويه. بيقول لي ايه هنا؟ ما من اسمه اندماجي يعني بدمج نواتين مع بعض. الاندماجي هو عكس الانشطاري، لكن اندماجي بيولد طاقه مدمره اكتر من الانشطاري. ليه؟ معظمنا سمع عن حاجه اسمها القنبله الهيدروجينيه. القنبله الهيدروجينيه هي قنبله لسه ما استخدمتش لحد النهارده، بس يوم ما تستخدم يوم ما العالم كله هيفنى غالبا، لان هو طاقته او تدميره تدمير مجاله واسع جدا، وهيؤدي اختلال التوازن البيئي تماما، لان هو هيعمل اللي هو هيكسر الكوكب نفسه المطر يترمى عليها، فالبيئه كلها هتتضرر والبيئه كلها هتتاثر. يبقى تفاعل الاندماج النووي، وبالمناسبه هو ليه تدميره عالي كده؟ لان هو قوته نفس قوه الشمس وحرارته نفس حراره الشمس. ده احنا الشمس لو قربت للكوكب بتاعنا هننصهر واحنا نفسنا هنسيح، فبالك انت ترمي على مكان تاني شمس كامله، فبالتالي هيديك طاقه ضخمه جدا تدميريه. فلحد النهارده هي ما استخدمتش لكن هي موجوده. المهم تفاعل الاندماج بيقول هو تفاعل نووي يتم فيه اندماج نواتين خفيفتين لتكوين نواه عنصر اخر اثقل. ينتج عن الاندماج النووي نواه عنصر اخر اثقل من النواتين المندمجتين، وكتلتها بتكون اقل من مجموع كتلهم. وهنفهم يعني ايه كتلتها بتكون اقل من مجموع كتلهم. بيقول لي تعتبر التفاعلات الاندماجيه هي مصدر الطاقه المدمره للقنبله الهيدروجينيه. طيب لحدوث اندماج نووي يلزم توافر حراره مقدارها كام؟ 10 اس 7 كلفن. يعني 10 اس 7 يعني 10 مليون كلفن، درجه حراره 10 مليون كلفن عشان التفاعل ده يتم. فطبعا ده مش عامل في المختبرات ولا في معامل. التفاعل ده هو بيحدث في الايه؟ في النجوم مثل الشمس. يبقى التفاعل اللي بيتم في الشمس هو تفاعل اندماجي، هو سبب وجود الحراره الضخمه اللي طالعه من الشمس وسبب الضوء اللي بيطلع لنا لحد هنا. دي كلها طاقه طالعه من تفاعلات اندماجيه زي اللي هناخدها دلوقتي. طيب عشان فاهمين اكتر، شايفين المعادله العبيطه دي؟ معادله صغيره جدا وسهله جدا. المعادله ديت هي اللي مخليه الشمس بصفاتها اللي احنا نعرفها دلوقتي، بالطاقه الضخمه اللي فيها، بالحراره الضخمه اللي فيها، بالضوء اللي طالع منها اللي بيوصل لنا لحد هنا بكثافه عاليه. فبالتالي التفاعل ده هو يبان بسيط لكن التفاعل ده مدمر لو استخدمته بطريقه غلط. ده عباره عن اندماج حاجتين، هما الحاجتين دول احنا عارفين اسمهم دول. اتش 2 1 ده اسم مين؟ ده اسم الديوترونات، ده ديوترون مع ديوترون، اتش 2 1 مع اتش 2 1. لكن اللي هنلاحظه ايه؟ هم مجموعهم اربعه من فوق ومن تحت اثنين، يعني المفروض يطلع لي اتش اي 4 2، اللي يطلع لي بقى ايه؟ اتش اي 3 2. تمام؟ طب ليه بقى ده؟ ليه 3 مش 4؟ الفرق الواحد ده راح فين؟ الفرق الواحد ده اتحول لطاقه مقدارها 3.3 مليون الكترون فولت. يعني الطاقه الناتجه من التفاعل الواحد ب 3 مليون و3 من 10. ما بالك لو في ملايين التفاعلات دي بتتم في نفس الثانيه، هيولد الطاقه مقدارها كام؟ رقم ما تتخيلوش اساسا. فبالتالي التفاعل ده بينتج عنه، شايفين النقص في الكتله؟ كنا خدناه في حاجه قبل كده لما قال لي ايه؟ النقص في الكتله بيتحول لطاقه. هنا برضو النقص في الكتله بيتحول لطاقه. الطاقه دي هي طاقه بتكون حرارتها عاليه جدا ب 3.3 مليون الكترون فولت. يبقى عند دمج ديترونان ينتج نظير الهيليوم 3 اللي هو اتش اي 3 2 ونيترون، وتكون كتله الثانويه الناتجه اقل من كتله الثانويه الايه؟ المتفاعله اهو. الهيليوم اخف من مجموع الديوترونات، ليه؟ لان دول مجموعهم 4 2 دول 3 2. وهذا الفرق في الكتله يتحول لطاقه مقدارها 3.3 ام اي في او مليون الكترون فولت. وطبعا بعد كده عندنا الاستخدامات السلميه والاثار الضاره، ده جزء ملغي عندنا من الدرس ده. وبكده نكون الحمد لله خلصنا منهجنا وخلصنا الفصل الثاني الباب الثاني. اشوفكم على خير ان شاء الله في السنه الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر عبد الله الشناوي مدرس الكيمياء.